السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة مني انا حميد كيالي على قناة سيلفي سبورت. هاي الحلقة اللي بنقدم فيها اهم مباريات الجولة القادمة. حلقة اليوم فيها كثير مباريات وفيها الكلاسيكو طبعا، فلذلك راح ابدا بالدوري الانجليزي وبعد هيك راح نحكي شوي عن الدوري الايطالي وراح نختم بالدوري الاسباني لحتى نعطي اكبر قدر ممكن لمباراة الكلاسيكو من وقت الحلقة. بالدوري الانجليزي في اربع مباريات في غايه الاهميه بصراحه. المباراه الاولى رح تجمع مانشستر سيتي مع ليدز يونايتد، الاستاذ والتلميذ بيلسا وغوارديولا. السيتي بعد فوزه الصعب على بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف عم بيفكر اكيد بمباراه الاياب، وهي المباراه لربما تكون مرهقه جدا بين مباراتين تشامبيونز ليج، لانه ليدز يونايتد بيحب يلعب امام الفرق اللي بتلعب لعب مفتوح وبيرهق خصومه لما بيلعبوا امامه لعب مفتوح، فلذلك هي مباراه كثير مهمه. مو مهمة على صعيد الترتيب لأنه نقطيا السيتي مرتاح نوعا ما، لكن مهم أنه يروح على مباراة بروسيا دورتموند بانتصار، رغم أنه بتوقع أنه غوارديولا يعمل مداورة كبيرة بهاي المباراة لحتى يريح معظم عناصره المهمة جدا اللي رح يستخدمهم بمباراة بروسيا دورتموند بالإياب. المباراة الثانية ليفربول وأستون فيلا. ليفربول بعد سقوطه الكبير أمام ريال مدريد، سقوطه ليس على مستوى النتيجة فقط لكن كان سقوط على مستوى الأداء، على مستوى الذهن، على مستوى النفسية والتحضير، على مستوى قيادة كلوب لفريقه وتحضيره لفريقه واختياره للتشكيلة. ليفربول بالشوط الأول كان سيء جدا، بالشوط الثاني كان في عنده ردة فعل مع بداية الشوط الثاني ومع نهاية الشوط الثاني، لكن ما كانت كافية أبدا أمام ريال مدريد اللي أيضا كان مليء بالغيابات وتحديدا غياب فاران اللي كان بنفس يوم المباراة. لربما أستون فيلا مو أفضل خصم يواجهه كان ليفربول بهي المباراة، لأنه بعد فوز ليفربول بشهر أبريل على أرسنال خسارته هلأ مع ريال مدريد، راح يروح يستقبل أستون فيلا وبعد هيك راح يستقبل ريال مدريد. ثلاث مباريات كتير صعبة، خسر الأولى، خلينا نشوف شو راح يصير معه مع أستون فيلا، لكن أستون فيلا واحد من الفرق اللي عنده الأدوات تقدر تضرب دفاعات مثل دفاعات ليفربول مهترئة نوعا ما وبتفتقد للحيوية وللخبرة خاصة بموضوع قلبي الدفاع. ليفربول وكلوب أكيد يكون تفكيرهم بمباراة الإياب لأنه هي مباراة الموسم بالنسبة لألون أمام ريال مدريد، لذلك لربما يستغل هذا الشيء أستون فيلا ويقدم مباراة كتير كبيرة. المباراة الثالثة كريستال بالاس وتشيلسي. تشيلسي بعد خسرته مفاجأة جدا أمام ويست بروم، المفاجأة كانت على مستوى الأداء على مستوى النتيجة، كل الناس كانت تعرف أن يوما ما تشيلسي مع توماس توخيل رح يخسر، لكن ما حدا توقع أمام ويست بروم على أرضيته ملعبه وبهي النتيجة الكبيرة رغم حالة الطرد المبكرة. لكن تعامل توخيل مع المباراة ربما لم يكن جيدا، لعيبة تشيلسي نفسهم ما ردوا الفعل بطريقة صح أمام ويست بروم، فبالتالي النتيجة كانت كبيرة، لكن عوض هذا الكلام أمام بورتو خارج أرضه، انتصر بهدفين مقابل لا شيء. هذا شيء إيجابي كتير لإله. كريستال بالاس ماله من النوع تبع أنه ممكن يضايق كتير تشيلسي، خاصة تشيلسي إذا رجع لتشيلسي ما قبل ويست بروم، الفريق اللي كان عم بيضغط أي فريق أمامه عم بيخلق كمية فرص كتير كبيرة، صح ما عم بيترجم عدد كتير كبير منه ولكن بالنهاية عم بيعمل اللي عليه، دفاعه صلب عم بيخلق فرص كتير وعم بيقدر يسجل أهداف تخليه يفوز بمبارياته. المباراة الرابعة والأخيرة بالدوري الإنجليزي راح تكون بين توتنهام ومانشستر يونايتد. مباراة أنا عم بنتظرها شخصيا لحتى أشوف إذا كلام جوزيه مورينيو بده يقترن مع أفعاله. يعني بعد مباراته أمام نيوكاسل طلع وقال إنه هو نفس المدرب لكن بلاعبين مختلفين. أنا بدي أشوف هل هو فعلا لسه نفس المدرب؟ هي فرصة جديدة لربما من كتير ناس إنه هل هو فعلا لسه نفس المدرب؟ في شكوك كتير كبيرة من معظم اللي بتابعوا كرة القدم ومعظمكم جميعا بتحسوا إنه مورينيو ما بقى مورينيو زمان، لا عنده فعلا نفس الكنترول على أنديته ولا عنده نفس الرغبة والجرأة على خصومه. يعني لو عم تصير معك مرة اثنين انك تكون متقدم بنتيجة وتخسر تقدمك بتقول لربما اخطاء دفاعية، وهو فعلا اغلب المرات اللي عم تخسر تقدمك فيها عم تكون بسبب اخطاء دفاعية، لكن بالنهاية هذا شغل مدرب، ولما تتكرر معك هاي العملية اكثر من مرة معناتها ذهنيا الفريق ما له جاهز، معناتها العناصر انت ما عم تشتغل عليها، ما عم تقدر تطور لا منظومتك دفاعية ولا فرديا، فعم تبقى بتتلقى اهداف الدقائق الاخيره وعم تخسر انتصارات. انتصار كان تعادل كان كتير سيء بصراحه لانه كان بالجوله الماضيه ليستر سيتي خسر وتشيلسي خسر، فكان لازم يقرب اكثر على الاربعه. بكل الاحوال هو قريب ما زال من تشيلسي، يعني عنده طموحات وامال المركز الرابع، لكن فوزه على اليونايتد لربما هو اللحظه اللي فعلا راح تحسس لاعبين توتنهام وجماهيره ومورينيو نفسه انه نحن فعلا عنا الامكانيه انه نحصل على المركز الرابع بالنهايه ونروح على الشامبيونز ليج. هذا كان حديثنا عن الدوري الانجليزي باختصار. بنروح على الدوري الايطالي، فيه ثلاث مباريات.
المباراة الأولى إنتر وكالياري، إنتر بعد فوزه على ساسولو بالمباراة المؤجلة صار مرتاح كتير كتير بموضوع الصدارة وموضوع الدوري. نجومه ما زالت عم تتألق، فريقه متماسك، عم بيقدر يسجل أهداف، دفاعه جيد جدا، العناصر كلها متوفرة بالإنتر حاليا لأنه يروح على ما يبدو ليجيب دوري ويخلص أخيرا سلسلة تتويجات اليوفي بالدوري اللي استمرت 9 مرات على التوالي. اليوفي بدوره رح يلعب مع جنوة، اليوفي اللي حافظ على بيرلو بعد فوزه على نابولي أيضا بالمباراة المؤجلة، انتصار كان يعني خسارة كانت ممكن تشيله لبيرلو، انتصار يعني بقاءه لبيرلو على الأقل لشوية وقت أو لبعض الأسابيع القادمة. مباراة مهمة لليوفي أمام جنوة لحتى يكمل هاي سلسلة الانتصارات المهمة جدا له، لحتى يحافظ على أمله أنه يكون بالمركز الثالث أو المركز الثاني. يعني حسين ياسين كتب، محلل أو مراسل بي إن سبورت، كريستيانو رونالدو للتأهل للأبطال جاء إلى اليوفي، يعني وصلت لهون المرحلة بصراحة شيء مسيء وغير جيد لليوفي ولجماهيره، ولكن بالنهاية لربما يكون موسم ويعدي إذا استمر بيرلو الموسم القادم. خلينا نشوف إذا هو اللي رح يبقى ولا رح يجي أليجري من جديد. المباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي، بارما عم بيستضيف ميلان، ميلان اللي ممنوع يغلط أبدا، ميلان اللي لازم يضل عم ينتصر هلأ لأنه اليوفي خلفه بنقطة، فلذلك مهم، مباراة مهمة جدا ومفصلية جدا، لازم يضل عم ينتصر لأنه لازم يضل بالمركز الثاني لأبعد لحظة ممكنة بالدوري، لعل وعسى ينتظر تعثر جديد لليوفي يرجع يوسع الفارق معه ويكون مرتاح أكثر بالمركز الثاني. بنروح الدوري الإسباني، في مباراتين، المباراة الأولى ريال بيتيس وأتلتيكو مدريد، وكأنه الضربات تتوالى على رأس سيميوني بشكل متواصل وبشكل مبالغ فيه بصراحة. يعني بعد خسارته الماضية أمام إشبيليا، لويس سواريز يخرج مصابا من تدريبات أتلتيكو مدريد. للحظة تصوير الحلقة ما بعرف إذا لويس سواريز رح يغيب على مباراة ريال بيتيس ولا لا، لكن هو أبدا ما له محتاج أي خبر سيء جديد، يعني هو هيك تقريبا رح يخسر الصدارة. إذا خسر بهي المباراة ولا ما خسر تقريبا رح يخسر الصدارة، إذا ما خسر بهذا الأسبوع على الأغلب رح يخسر اللي بعده أو اللي بعده. واضح أنه فقد تماما سيطرته على أتلتيكو مدريد، اللاعبين تحت الضغط سقطوا تماما، واضح أنه ما قدروا يتحملوا ضغط أنه برشلونة قرب كتير وأنه ريال مدريد قرب كتير. برشلونة لو فاز على ريال مدريد بالكلاسيكو سيتصدر ربما في حال تعثر أتلتيكو مدريد بالتعادل أو بالخسارة. يعني وين من 4-5 أسابيع أو من أكثر شوي كان الفرق 13-14 نقطة لأتلتيكو مدريد، متخيلين الفرق قديش كان كبير؟ ما كان في عاقل عم بيقول وقتها أنه ممكن برشلونة أو ريال مدريد يرجعوا ويحاولوا يحاربوا على بطولة الدوري بصراحة، لكن هو عم بيهديهم كل شيء مباراة بعد مباراة، لحظة بعد لحظة عم بيهدي برشلونة وريال مدريد هي البطولة. فخلينا نشوف هي المباراة شو ممكن يكون مصير سيميوني بعدها، هل سيبقى بالصدارة ولا لا؟ وأخيرا بنفتح باب الكلاسيكو، هذا الكلاسيكو اللي من عشرات السنين أنا ما شفت على السوشيال ميديا جمهور الفريقين عم بيتوعدوا بعضهم بهي المباراة، وكأنه الاثنين ثقة مليون إنه فريقهم هو اللي رح يربح بهي المباراة. ما في حدا من جمهور الفريقين عنده شك، ما عم بشوف حدا على السوشيال ميديا عم بيقول 50-50 إذا هو بيشجع برشلونة أو بيشجع ريال مدريد، لربما إذا بيشجع أي فريق تاني أو ما بيشجع واحد من هدول الفريقين عم بيقول 50-50 لأنه الفريقين فعلا جاهزين، لكن جماهير برشلونة متأكدة 100% إنه فريقها رح يربح بهي المباراة رغم إنه المباراة إلى ظروفها الخاصة وإنه هي خارج أرضه. وجماهير ريال مدريد من قبل مباراة ليفربول كانوا متوقعين إنه هي المباراة اللي رح يطلعوا فيها المركز الثاني وإنه هن يضغطوا على أتلتيكو مدريد، لكن بعد فوزهم على ليفربول زاد هذا الإيمان أكثر بكثير عندهم. يعني مباراة مفصلية جدا 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 على بطولة الدوري. المنطق بيقول إنه الفائز من هاي المباراة هو اللي راح يأخذ بطولة الدوري بالنهاية، لأنه واضح إنه أتلتيكو سقط وما له أدران يتماسك ويكمل بنفس الوتيرة الانتصارات. لذلك فعلا الفائز هو الأقرب بكتير، لكن مين اللي راح ينتصر؟ الفريقين بأفضل حالاتهم فعلا. كومان قدر يوجد توليفة ممتازة بال3-4-2-1، كل لاعب عم بيبدع بالمركز اللي عم بيلعب فيه، عم بيعطي 150% من المطلوب منه، عم بيغطي المساحات اللي لازم تتغطى. الفريق بتحس انه نقط ضعفه خفت كتير، ما زال يمتلك نقط ضعف اكيد لانه العناصر نفسها، فنقط ضعفه هي تقريبا بخط دفاعه، ما زال بيرتكب هفوات وبيخسر كرات تحت الضغط احيانا بدون داعي وبيعمل اخطاء كارثية احيانا بدون داعي امام ريال مدريد اللي ممكن يستغل هذا الكلام. لكن بشكل عام برشلونة صار ممتاز، صار بافضل لحظاته، يعني بافضل لحظة له بالموسم، يعني وعنده هذا الإيمان الكبير مع الرئيس الجديد، مع كل المؤشرات اللي عم تقول إنه ميسي على الأغلب رح يستمر، مع الوصول لنهائي الكأس. يعني فعلا هي فترته الذهبية بهذا الموسم
ولازم يستغلها. ريال مدريد نفس الكلام تماما. بهاي اللحظة من الموسم وصل زيدان مع كل إصاباته وغياباته لأفضل لحظة توهج له وللاعبينه. بال3-4-2-1 بال4-3-3 بوجود راموس وفاران بغيابهم، بوجود هازارد بغيابه، مارسيلو بغيابه، العناصر نفسها. المهم عند زيدان انه الثلاثي خط الوسط يكون موجود بكامل اناقته، بكامل لياقته، بكامل جاهزيته، لانه هدول الثلاثه لما يكونوا بارض الملعب بريال مدريد هن اللي عم بيتحكموا بشكل كيف راح يكون شكل ريال مدريد على ارض الملعب، سيء ولا جيد. فريال مدريد ايضا وصلان للحظه فنيه ممتازه جدا. الفوز على ليفربول بيرفع كل المعنويات لاقصى درجه يعني، لكن بنفس الوقت بحط ضغط كبير على ريال مدريد، لانه اول شغله مباراته مع ليفربول ما انحسمت، فلذلك في عنده مباراه اياب وهو اكيد راح يفكر بمباراه الاياب. هلا هو بين نارين، هل انا لازم احط كل قوتي واربح بهي المباراه واخذ المركز الثاني من برشلونه، وشو ما صار يصير مع ليفربول بعدين، هل راح اكون جاهز او غير جاهز، هل راح يكون عندي اصابات ارهاق، كيف راح اكون جاهز لمباراه ليفربول يوم الاربعاء، ولا انه انا اضحي بالكلاسيكو لكن اركز كثير على موضوع الشامبيونز ليج لانه عندي فرصه اروح للمباراه النهائيه راح يلعب مع تشيلسي على الاغلب في حال فوزه، وعلى الاغلب راح يتخطى تشيلسي، وبالتالي بالنهائي ريال مدريد عنده دائما 60-40 ضد اي منافس لانه فريق بيعرف يربح بالنهائيات. فهدول الخيارين ما بعرف شو الخيار اللي راح ياخده، لكن زيدان على الاغلب بعقليته اللي بنعرفها كلنا راح يفكر بالكلاسيكو كانه بطوله وراح يربحها، ما راح يعني يتنازل عن البطوله في سبيل انه يحاول يحصل على بطوله ثانيه. كومان وزيدان معركه في غايه الاهميه كمان، خلينا نشوف شو راح تخلص. ما بدي اتوقع نتائج، بدي انتو منكم لو سمحتوا بالكومنتات تحطوا لي توقعاتكم للنتائج وتحديدا للكلاسيكو، مين تتوقعوا راح يربح الكلاسيكو السبت القادم بين ريال مدريد وبرشلونة. لهون الحلقة بتوصل لنهايتها، بتمنى تتابعوني على حساباتي الشخصية على اليوتيوب حميد كيالي، وعلى فيسبوك مقالات حميد كيالي، وعلى انستغرام حميد كيالي. بشوفكم ان شاء الله الاسبوع القادم، كل التحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.